كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. فالمعايير انتقاء، فاحنا مشينا لواحد السن اللي هو صغير اللي باش يعطينا وقت باش نخدموا مع هاد اللاعبين والمواهب اللي غادي نشوفوا. فالمعايير فهي كتلائم هاد الفئه اللي غادي نمشيو نشوفوا، اللي غادي تكون ما بين 12 و 15 سنه، وفي المستقبل القريب ان شاء الله في المشروع القريب فغنتم الاتفاق مع اللجنه التقنيه باش نمشيو لسن اقل باش نشوفوا مواهب وهي في سن صغير باش نسقلو الموهبه ويكون عندنا الوقت باش نسقلوها ونوصلوها، سواء تكون تم الصقل ديالها بشكل جيد ويكون عندنا الوقت فين نسقلوها باش ترد عنا بالنفع، سواء على المستوى المحلي اللي هو فريق اتحاد طنجة اللي كتعتبر بالنسبة للفريق الأول للمدينة، وكذلك المنتخبات الوطنية للفئات العمرية، ولما لا في المستقبل على المدى المتوسط للمنتخب الوطني الكبار. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.